بار تايمر ار اكس كي ال 1. في الاول عندنا الاكسلري فولتج البوزيتيف على 11 والنيجاتيف على 21 تغذيه للتايمر. عندي مجموعتين من الكونتاكت شينج اوفر 16 17 نورمال كلوز، 16 15 نورمال اوبن، بور 26 27 نورمال كلوز، 26 25 نورمال اوبن. بالنسبه للتايمر انا عندي اكثر من فانكشن. الاون بلس تايم بيشتغل عندي المود 1 ام اس سيلكتور يعني 10 ام اس و 0.1 اس اللي هو سكند 1 سكند و10 سكند و1 مينت و10 مينت 1 اور. ده بالنسبه للتست فورمات. نختبر البيك اب والدروب اوف للكويل نفسه. نختبر البردن للتايمر لما نحقن عليه، لما نسلط عليه فولت ريتد فولت فولتج حسب المحطه 125 فولت دي سي. هنشوف هيقرا كام كرنت والباور المستهلك. بعد كده هنختبر التايمنج تيست كل الاوضاع. انا عندي القانون بيقول التايم اللي انت محتاجه في التايمر تي اللي هو التايم بيساوي A زائد B مضروبه في K. A اللي هو موجود هنا من اول 0 و10 و20 و30 و40 و50 لغايه 90. ترجع هنا الورقه والبي من اول 1 ل 10 من اول 1 ل 9 اللي هي هنا من اول 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر حاجه عندي الكي اللي هو حسب الاوضاع 1 سكند او 1 ملي سكند او 1 او 10 ملي سكند او بوينت 1 سكند لغايه 1 1 ساعه اللي هو 1 اول 1 اول. نبدا الشغل بعد كده. لما تاخد البيك اب وتروب اوف الغي التايم. لما بنلغي التايم بنضع في القانون مثلا A زائد B اللي هو 0 زائد 0 مضروبه في K هيديك 0. انا عايز الغي التايم يعني عامل T التايم يساوي 0 بحيث ان احط ال A زائد ال B يساوي 0 مضروبه في K هيديني 0. نغير الحان اللي هو ال A 0 وال B ب 0. الكي ما هيفرق معايا كتير. نبدأ شوف. نشوف يوقف على بال ما هو يبدأ. نوجد قيمة البيك اب دروب اوف فولت فولت وكرنت. طبعا ده بستخدم ام سي بي عشان اعرف اتحكم تسليط الفولت مرة واحدة، لانه هنا في نسبة ايرور بسيطة وانا القيم عندي بالملي سكند فهيأثر معايا فاخد احسن بالام سي بي. هنبدا البيك اب فاليو. زي ما انتم شايفين عاملين هولد هنا وعامل اون وهنا اون وولد التايم 0 0. بطلع بقى بالفولت شوية شوية كده. ده قيمة البيك اب اللي انا عامل هولد هيثبت على القيمة بتاعة البيك اب اللي هي 16.16. بالنسبة للكرنت 0.10. هناخد دروب اوف نبدأ نازلين شوية شوية. ده قيمة الدروب اوف اللي هي 10.12.64 الكرنت. طيب بعد كده هناخد طبعا بنطلع بالقيمة كده. هناخد الآن قيمة الدروب اوف ننزل شوية شوية هي دي القيمة اللي هي 9 4.08 كرنت 0.008. أشيل الهولد هطلع اكمل الفولت لغاية الريتد فولتج اللي هو 125. هطلع كمان لغاية 125.
325، الكرنت كان 0.015 والباور 1.89. هعمل اوف الام سي بي، هاخد بعد كده اختبار التايمنج اون بلس تايم، اون بلس تايم وافتح هنا الام سي بي. لما انا اعمل اون بلس تايم يبقى جاهز معايا. انا اخترت هنا الستارت، هيبدا معايا وضع البريكر اوبن، اوبن تو كلوز اللي هو كان اوف، وضع البول يعني بتاع كان اوف ورايح لاوبن. فانا ابتدي اعد بعمل محاكاه نفس الحركه بتاعت الام سي بي على هنا على الجهه، على الاختيار بتاعي اللي هو من اوبن تو كلوز. شايفين السهم تحت؟ بالنسبه للستوب انا بختار الوضعين عشان يفصل معايا في اي تغيير. تمام، هنبدا اول واحد. يلا يا واحد، هنختار المود الاول 1S و10 و1 اللي هو المفروض يطلع النتيجه معايا 11 سكند. شايفين التايم بدا يعد، المفروض يتوقف على 11 سكند. شايفين هنا التريب، علامة التريب اللي جات دي أول قيمة 11 سكن. نبدأ نغير الوضع. يلا يا أيوة ماشي، 0.21 دي القيمة الثانية اللي هي 2.19 بالتقريب. نروح على المدة. يلا عبد الباسط 10M 36.3. ناخد المود اللي بعده 10MS و40.4. هناخد الان 90.9 واخر قيمة 98. كده نكون انتهينا من اختبار التايمر.